رجل ضاف آخر وقال تحرم علي ذبيحته كما حرمت أمه علي، ولكن الرجل المضيف ذبح الذبيحة وأكل منها ثم كفر كفارة يمين، هل يجزئه ذلك؟ إن قال تحرم علي ذبيحك نعم تكفي كفارة يمين، أما إن قال إن ذبحت زوجتي علي حرام كحرمة أمي هذا ظهار، لا بد من كفارة ظهار. نعم.